طيب، بداية نروح مع بعض لجولتنا المميزة في عالم تويتر وأبرز التغريدات المختارة لليوم. أول تغريدة معنا من سمو الأمير بدر بن فرحان آل سعود: متاهة الضلال، عمل فني يروي قصة متاهة الإرهاب في واحة الملك سلمان بالرياض بحكمة قيادتنا الرشيدة وبسالة رجال الأمن ووعي المجتمع. انتصرنا على هذه المتاهة. شكرا أمانة الرياض على دعمها. شكرا للفنان حمود العطاوي. صراحة فكرة جميلة جدا ومميزة، تأخذك في رحلة تبين لك لأي مدى الإرهاب صنع الكثير من المتاهات والحواجز أمام من تم التغرير بهم وبعقولهم. تحية أيضا لصاحب الفكرة الفنان حمود العطاوي على هذا العمل الفني الجميل جدا، وكلنا لازم ننتصر في الأخير أكيد على هذه المتاهات أو أي متاهة ممكن تواجهنا في حياتنا، ولكن الأهم أنك تختار الطريق الصحيح اللي تمشي فيه. إلى التغريدة الثانية من حساب سارة آل الشيخ، خلونا نشوف إيش كتبت لنا. تدريب الأطفال في اليابان على أدب استخدام وسائل المواصلات العامة، أولوية الكرسي لكبار السن ومن تحمل طفل والحامل. صراحة جميل جدا لما نلاقي المجتمعات تهتم بتوعية الأطفال وغرس الأداب العامة في أنفسهم وهم صغار. في اليابان حريصين على هذا الأمر جدا، أنهم يشوفوا بأن المبادئ والأداب العامة مهمة جدا وبنفس تقريبا أهمية التعليم. نتمنى نشوف أطفالنا أصحاب مبادئ وقيم وأخلاق، ونحرص فعلا على أننا نعلمهم إياها. إلى التغريدة الثالثة من حساب إياد الحمود. إياد تكلم عن أكثر مقطع انتشارا يوم أمس في الفلبين، وهو لرجل يشعر بالهلع من إبرة الطبيب. خلونا نتابع معكم هذا المقطع ولنا عودة. Nah, ini jarumnya. Iya. Lu lu. Lu. Jangan apa. Jangan goyang. Jangan goyang. صراحة يعني ما ينلام، مسكين مرة يخاف من الإبرة، وتخيلوا أنه كل ما راح يطعمه وياخذ إبرة أو مرض ويحتاج لإبر يصير بهذا الشكل وتكون ردة فعله نفس هذه ردة الفعل. أنا أتمنى أنه يكسر الفوبيا الموجودة عنده من الإبرة، إن شاء الله نلاقي له حل إن شاء الله. إلى التغريدة الرابعة من حساب إبراهيم الحميدي، وتكلم عن مقطع جميل جدا: كل ضحكة يم غيرك ما تليق. هذه الجملة طبعا من أغنية جميلة بعنوان لا تسامحني ولكن لا تضيق للفنان فيصل الساهم. خلونا نسمع هذا المقطع مع بعض وارجع لكم. لا تسامحني ولكن لا تضيق، ما أبيك تضيق يا بسمة شفاتي، افترقنا وانعدم فيني الشهيق، واختنق واقوم ولملم شتاتي. لا تسامحني ولكن لا تضيق، ما ابيك تضيق يا بسمة شفاتي، افترقنا وانعدم فيني الشهيق، واختنق واقوم ولملم شتاتي. كل ضحكة يا غيرك ما تليق، يا غيابك كيف وداني لمماتي، عاطفي بحر الحزن وانا غريق. صوت دافئ جدا وبالفعل أغنية جميلة وأداء أجمل. أغنية أول مرة أسمعها يا جماعة، تخيلوا أني أول مرة أسمعها ولا كنت أدري عنها، ولكن أتوقع من اليوم راح تكون أغنيتي المفضلة. وشكرا لكل شاب وشابة حاولت أن تمتعنا بصوتها وإحساسها المرهف ونشر مقاطع الأغاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن